يقول السائل: أخذت من زميلي 100 دولار لأنني كنت بحاجة إليها، وعندما نرجع إلى البلد هل أعطيه عملة الدولار أم أعطيه عملة البلد؟ وكيف تكون معاملة العملات الأجنبية؟ تعطيه ما أخذت منه، تعطيه العملة التي أخذت منه، أخذت منه دولار تعطيه دولار، روبية تعطيه روبية، جنيه تعطيه جنيه، إلا إذا رضي أنك تعطيه بدلها عملة أخرى، هذا يكون من باب الصرف، يكون من باب الصرف. إذا رضي تعطيه بدل الدولارات ريالات هذا صرف لا بأس، بسعر يومها. نعم.